إن شخصية رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المحور الذي يجتمع حوله أبناء الأمة الإسلامية الواحدة، فمهما اختلفت الطوائف في آدابها وتقاليدها واجتهاداتها العلمية والثقافية، إلا أنه عليه صلوات الله وسلام رمز لوحدة أهدافها والحفاظ على مكتسباتها ووحدة شعورها بأولوياتها، وأمهات القضايا والمسائل الكبرى في مقاومة الفتن المحيطة بها من كل جانب، والباعث على استثمار المشتركات الواسعة بين أبناء هذا الدين الواحد، دين الإسلام، دين الرحمة، دين محمد بن عبد الله هادي الأمم.